طبعا انا الحين رحت هنا بروح اركض، تدرون ليش؟ لاننا احنا للاسف في العالم العربي وفي السعوديه خصوصا في هالسنوات الاخيره عندنا كسل، حتى منتخباتنا صارت ما تفوز لانك تشوف اللاعب يمشي كذا ولا وقف قال ها كذا ولا ها، يعني وين القوه يا اخي؟ الله المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف. شوفهم الحين في اوروبا في المانيا الناس منتصبين يركضون ركض مو كذا، شوف الحين شبابنا يمشون فيه تكسر وفي نعومه، لذلك ابنطلق اركض شوفوا عن اللي شفتوا شلون؟ قال لكم اللي بطل وصديق.